مبطلات الصلاة، مفسدات الصلاة. دمونز باتلون كي أو مفسدات. الكلام يتكلم متعمدا قصدا خبرك أول. عالما تحريم الكلام في الصلاة. فدي باندي خبروي تي بمونز كي خبري حرامي دي. ذاكرا لا ناسيا. خ يادوي هيرم نبي. لو تكلم ناسيا أو جاهلا الصلاة صحيح. كشرطة ييروتي أو يا جاهلو بتورتنا وخبري أكلي بمون صحيح ده. الثاني من مبطلات الصلاة. دوام دمونز باتلون كشين هنا. يتحرك حركة كثيرة. تدير زيادة حركتك خزيجي. متوالية متتابعة. أم ده غرني بر لبسي حركتك. لغير حاجة. بغير ده ضرورتنا كي. تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك. دوم ردير خزيجي جتبا ده جمان كي جتبا مون نده ولا. الثالث من مبطلات الصلاة الانحراف الكثير عن القبلة. يعني هذه القبلة هو ينحرف هنا أو ينحرف هنا. درام كم ده غادي قبلينا مخرة واللي قبلة يو زي كده أو ده بل طرفته مخرة. الرابع انكشاف العورة، وهذا يحدث في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد. إذا انكشفت العورة فالصلاة باطلة. ده غرنجي بلجي كم ده غادة عورت خكاركي دللي وده خاص طور هغا تشارج هغا بانت شرط أجي جكال السجدية تلاتشي ده غي عورت خكاركي. الأكل، الشرب، الضحك. أم ده غرنجي خندا خوراك سكلب ومنسكي كوال. انتقاض الطهارة. أم ده غرنجي ده أدس ما تدل. خرج منه ريح وهو يصلي. ده منس بحالتك هوا وتل. أمر يحدث لكل الناس. ده هرشا سرواقي كي. لا يمكن أن يكمل الصلاة، الصلاة انقطعت. ده نشي كده لك دي سراب يا موسى كم ده أغام مكمل كي موسى قطشو. يخرج يتوضأ ثم يرجع ويعيد الصلاة من جديد والله أعلم. زيبا أو دسبكي أو رازي موسى بدسرنا كي والله أعلم.